مالك اخميس هو اول ممثل كنت تلاقيت معاه من في 98 بونس في 1998، وبقات بيناتنا صداقه واخوه كبيره. تقريبا هو حاضر في جل الاعمال تاعي، هو بيان سيغ وكاين صلاح بن صلاح حتى هو عنده حضور كبير، وحسن بديده ممثلهم الكلاب عنده حضور كبير. دونك انا بالنسبه لي كنحاول نتعامل مع الممثلين بحال الا احنا عندنا فرقه مسرحيه، كل عمل هو عمل مختلف، وكل عمل هناك تقميص لادوار مختلفه، وكتكون ثقه كبيره وتتعطينا واحد الحماس باش في كل مره نحاولوا شي حاجه اللي هي جديده ومغايره على ما قمنا به سابقا.